السلام عليكم. النهاردة أنا جاي أكلمكم عن أسطورة المنتخب الإيطالي باولو روسي. باولو روسي لاعب كرة قدم إيطالي سابق وهداف كأس العالم 82 برصيد 6 أهداف وأفضل لاعب في نفس البطولة. روسي هو واحد من 3 لعيبة فقط والأوروبي الوحيد اللي فاز بجميع الجوائز الـ3 في كأس العالم، إلى جانب فالنسيا في 62 وماريو كيمبس في 78. حصل كمان على جائزة الكرة الذهبية لعام 82 كأفضل لاعب كرة قدم أوروبا. على مستوى النادي كان روسي أيضا هداف غريز لفريق فيشنزيا في عام 76. وقع مع يوفنتوس في صفقة ملكية مشتركة مقابل رسوم نقل فرنسية عالمية. احتفظ الفريق الأول بخدماته وكان هداف دوري الدرجة الثانية عام 77. ده اللي هاد فريقه للصعود للدرجة الأولى، وفي الموسم الثاني سجل 24 هدف ليصبح أول لاعب يتصدر قائمة الهدافين لدوري الدرجة الثانية والدوري الإيطالي. ظهر لأول مرة مع يوفنتوس في 81 وفاز بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس الكؤوس الأوروبية وكأس السوبر الأوروبي بدوري أبطال أوروبا. مع نجاحه على مستوى النادي ومستوى الدولي أصبح واحد من 9 لعيبة فازوا بكأس العالم بدوري أبطال والكرة الذهبية. يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم الإيطاليين على الإطلاق، وتم اختياره في عام 2004 كواحد من أفضل 125 لاعب كرة قدم حي على الأرض، وده كان من قبل بيلي زي ما احنا عارفين. في نفس العام احتل روسي المركز الثاني في استطلاع اليوبل الذهبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وبعد اعتزاله عمل كمحلل مباريات حتى وفاته في 9 ديسمبر 2020. عايز اقول لك ان هو اتولد في 56 موطن كريستيان فيري والساندرو ديمانتي، وهو المكان توسكانيا. انتدب يوفنتوس الى نادي كومو ليكتسب الخبره، وعانى وقتها من الام في ركبته وقضى معظم الوقت في المستشفى. بعد كده راح للنادي اللي اتعلق معاه وهو نادي فياتشينزا، ومدربه في الوقت دوت غير مكانه من خط النص للهجوم. أحرز باولو روسي جائزة الكرة الذهبية في دوري الدرجة الثانية لما نجح إن هو يتوج كهداف للدوري الإيطالي، ومرة تانية 1977، ودي كانت تاني مرة على التوالي زي ما قلت لك. نتيجة لكده استدعاه إنزو المدرب الخاص بالمنتخب الإيطالي وقتها لتشكيل المنتخب عام 1978. روسي لعب في فيشنزيا 36 مباراة وسجل فيها 21 هدف، وكان عمره وقتها 24 سنة. وفي فبراير 1980 كان عمره 23 سنة. اندلعت وقتها القضية المعروفة باسم تورونتيو، ودي كانت قضية خاصة بالمراهنات ولبس فيها لمعلم. دي طبعا قضية كبيرة جدا، وكان فيها ميلان ولاتسيو اللي اسقطهم الاتحاد الدولي للفيفا الدرجة الثانية، وكان من ضمنهم لعيبة تقال زي برونو جوردانو والحارس الدولي السابق البتروزي. وساعتها قالك أنا كنت بدفع ثمن شخص مهم، وفهمت إن القضية دي تم تعيينها، وكنت أنا كبش فدا لمنع أزمة أخطر وأعمى. نروح لمنتخب الإيطالي في مونديال 82 وانتهت فترة إيقافه وقتها، واستدعى لتمثيل المنتخب، ولكن في أول ماتش ما أحرزت أي هدف. فالمدرب اداله فرصة كمان قدام المنتخب البرازيلي، ووقتها سجل 3 أهداف، وبعديها لعب مع المنتخب البولندي في ربع النهائي وسجل 3، وبعد كده في النهائي سجل هدفين ووقع 6 أهداف ويأخذ بيها أفضل لاعب في البطولة وجائزة هداف البطولة. نروح لفترته مع يوفنتوس، وقع معاهم قبل ما ينتهي عقوبته من السجن من فضيحة المراهنات، وده كان عمل ضجة إعلامية كبيرة واستغراب الوسط الكروي الإيطالي. ده طبعا كان سهل الموقف بالنسبة للمدرب الإيطالي اللي استدعاه للمنتخب، وكان وقتها مع يوفنتوس
ميشيل بلاتيني وأنطونيو كابريني وغيرهم من الأسماء الكبيرة. وقتها هو حقق الكالتشيو مع يوفنتوس، وفي 84 خد الدوري والكاس، وفي 85 خد بطولة الاتحاد الأوروبي، وانتقل بعديها في 86 لميلان. لو قلت لك ان هو بعد الاعتزال ساب الكورة خالص وتوجه لإدارة الأعمال وأصبح رجل أعمال، ولكنه مازال يلبي الدعوات اللي بتجيله للظهور في مناسبات كرة القدم، مثل حفل التكريم اللي جمعه مع شهير كأس العالم بافتتاح 2006. تعالى كده في لمحة بسيطة نقول لك ألقابه. مع إيطاليا هو خد كأس العالم 82، مع يوفنتوس هو خد الدوري الإيطالي 81-82 و83-84، كأس إيطاليا 82-83، والاتحاد الأوروبي 83-84، والسوبر الأوروبي 84، ودوري أبطال أوروبا 84-85. ألقاب فردية، هو خد أحسن لاعب في كأس العالم، وهداف كأس العالم، وأفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعب أوروبي، كل ده في 1982. هداف الكالتشيو 77-78، ومن أفضل 50 لاعب في تاريخ أوروبا، ومن أفضل 100 لاعب في تاريخ كرة القدم، وهو كان من أفضل 125 لاعب في القائمة بتاعت بيلين اللي قلت لك عليها لعظماء كرة القدم. دي كانت حكايتنا عن أسطورة المنتخب الإيطالي باولو روسي. ولو عجبك الفيديو قول لنا نتكلم عن أسطورة الفيديو اللي جاي.